هو منعم عليه بالمال، لكن المال عذاب عليه ووبال عليه. فيلزمنا أن نعلم أن الشكر يتضمن أو بإذن الله يلزم الزيادة، إن شكرتم أزيدنكم. ومن الذي يذكر العلماء، فكذا قلت الحمد لله على نعمة أزديت إليك قد تتأتى الزيادة بعد 20 سنة. يعني ممكن أنت ترزق الآن رزق بسبب دعوة أنت دعوت بها من 20 سنة، اللهم ارزقني، فجاء وقت تحققها كما جاء وقت تحقق دعوة يعقوب برد يوسف بعد 10 سنين، كما جاء تحقق دعوة أيوب عليه السلام بعد 10 السنين. فأنت الآن تقول أنا ما دعوت ربي كي يرزقني الآن ولا أمس، أنت دعوته من 10 سنين، لكن دعوتك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كنت مخلصا في دعوتك واستجيبت لك، لكن هذا وقت استجابتها. فكلمة الحمد لله زيادة في النعم، كلمة الحمد لله تدفع البلايا والنقم، تدفع عنا العذاب. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تدبر هذه الآية الكريمة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فيعني الله سبحانه رآك شاكرا، رآك عابدا، ما يفعل بعذابك؟ إن ابتلاك فرفعت الدرجات رفعة بعد رفعة. فهي تدفع المصائب والنقم، تدفع المصائب والنقم وأنت لا تشعر. فهي كلمة يسيرة، كلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر. وإذا كان الله قال لداود عليه السلام ولآل داود: اعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود. كان الله قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا في شأن نوح عليه السلام. لله هذا شكر، تسجد لله سجدة شكر، تتصدق وتنفق مما آتاك الله فهذا شكر. شكر الإنسان الحمد لله، شكر بالجوارح من قلبك، تكون راضيا دائما وشاكرا لله عز وجل. من الله سبحانه وتعالى عليك، كن متواضعا، هذا من الشكر. شكر بالجوارح، تخفض جناحك للمؤمنين، لا دائما وابدا كن لينا. الكريم الكريم قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف، قالوا خذ العفو من اخلاق الناس، خذ ما تيسر من اخلاقهم. لن تجد هذا الكريم، لن تجد صفات الخير اجتمعت فيه، في كرم، في شجاعة، في كلمة حق. لكن ممكن يكون مثلا مقصر في طلب العلم الشرعي لانشغالاته، ممكن يكون مقصر في وصل الأرحام. ترشده: خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو من أخلاق الناس. هذا الذي أمامي ما اجتمعت فيه صفات الخير كلها، ما اجتمعت ولا فينا ولا فيكم، ما اجتمعت صفات الخير في شخص من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وكم من الرجال قليل. فخذ ما تيسر من أخلاق الناس، خذ ما تيسر من أخلاق الناس. والجانب الذي فيه قصور إن استطعت أن تقومهم فيه قومهم، ما استطعت ادعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يسددهم وأن يحفظهم وأن يمن عليهم بالخير. فهذا من مضامين قوله تعالى: خذ العفو، كما قال ابن الزبير وغيره: خذ العفو نزلت في أخلاق الناس. قالت عائشة نحو ذلك: خذ العفو من أخلاق الناس، لا تجلس تنظر في كل شخص في العيوب التي فيه، أخي انظر المناقب التي فيه، أنت لست بكامل، يبصر أحدكم القذاة في عينه أخي وأنسى الجذع في عينه. فدوما علينا أن نقدم شكرا لله، ثم شكرا للخالق، للخلق. اشكر لي ولوالديك، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. بهذا القدر أجتزئ، ومعي إخوة كرام، فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله، وصيره الدكتور أسامة حفظه الله، ويسمعان من ما تيسر لهما من كلام الله سبحانه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. تفضل مكتب. السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا هنا نجلس أن يذكرهم بذلك.
فقد قال الله جل وعلا لنبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. ولا يخفى عليكم هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه موسى ومن جاء وراءه. قال عبد الله بن عباس: وذكرهم بأيام الله، أي بنعمه وآياديه عليهم. وهذا بيننا وسلم حين قال: والتحدث، هذا جزء من حديث حديث النعمان، والتحدث بالنعمة شكر وتركها كفر. فحين تحدث غيرك بنعمة الله عليك هذا من باب الشكر، وخير من ذلك قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه نعمة من الله جل وعلا، معك الله جل وعلا بشيخ ربما لا يجمعك الله جل وعلا به أمامك الآن، هذا يأتي من المغرب، وهذا يأتي من فرنسا، وهذا من السعودية، وهذا من مصر، يجمع الله جل وعلا هؤلاء جميعا. هذه نعمة من الله جل وعلا، فنسأل الله تعالى أن يتمم علينا وعليكم النعمة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك.